أعطانا التزام لتكوين عدة أفواج تاع 25 صحفي في كل ربوع الوطن. التكوين تكون عن طريق المنصة الإلكترونية تاع هذا المتعامل العملاق دولي لمحاربة الشائعات والأخبار الغالطة في الأن، لأن الفضاء السيبرياني سلاح ذو حدين. المعلومة، أنتم ماذا بين شبابنا وماذا بين صحفينا يعرف المعلومة الخاطئة من المعلومة الصحيحة. لذلك احنا مواجبنا نكونكم، يكون تكوين تقني مدته أسبوع ساعة ونص كل يوم في المنصات التقنية عدة أفواج.